فنانة جميلة نورهان، بنرحب بيكي في كلاكات. اهلا وسهلا بك. خلينا نحضرك النهارده في ختام المهرجان القومي للمسرح، تحبي تقولي؟ والله الحمد لله انا كان عندي عرض بيشارك في المسابقه الرسميه لمسرح الطفل، والحمد لله العرض اخد 7 جوائز ودي حاجه انا فرحانه بيها جدا. الولاد الحمد لله فرحانين ومبسوطين، اطفال اول مره يمثلوا في حياتهم من بعد تدريب 4 شهور مني انا والفريق بتاعي. الحمد لله خدوا جوائز احسن مؤدي واحسن مؤدية واحسن غناء جماعي، وحاجات مبهرة جدا بالنسبة لهم ومفرحة جدا بالنسبة لي. بشكر لجنة التحكيم، بشكر رئيس المهرجان الفنان احمد عبد العزيز، حاجة مشرفة جدا، ويا رب دايما في تقدم وتفوق. الدراما انت كان اخر حاجه الاب الروحي، يعني كواليس الدور كانت عامله ازاي ونجاح الكبير اللي عملتيه في الدور؟ والله الحمد لله التوفيق كان من عند ربنا ومن توجيهات المخرج الاستاذ تامر حمزه، والحمد لله ان انا كمان الفتره الجايه نازل لي يوم الاثنين الجاي مسلسل بحر، والمسلسل ده انا مراهنه عليه لاني اول مره اعمل دور سعيديه، فكنت فرحانه جدا ومترقبه ردود الافعال، وربنا يسهل ان شاء الله. التاخير لمسلسل البحر ده كله يعني بقاله فتره طويله جدا، ايه سبب التاخير؟ انا مقتنعه انه التوقيت ربنا هو اللي بيحدده، دايما بيكون الافضل، يعني ما عنديش مشكله مع التاخير وان شاء الله يلاقي النجاح اللي بينتظره. مع ماجد المصري وكواليس العمل طبعا، المخرج الاستاذ احمد صالح وشركه سينرجي والاستاذ ماجد المصري كانوا كرو في منتهى الجمال، واستمتعت جدا باجواء التصوير، والحمد لله يعني موعد العرض كمان مميز جدا، والحمد لله يعني اظن انه هيلاقي نجاح كبير. عشان ما اطولش عليكي، يعني الجمهور كله بيسال الاب الروحي الجزء الثالث امتى؟ لا ما عنديش اي معلومه. انا شخصيتي اصلا ماتت في الجزء الثاني فما عنديش ثالث. ربنا يخليك. شوف بتقولي ايه الجمهور بحر في الاخر هيستنوا دراما عامله ازاي؟ ان شاء الله يستنوا دراما صعيديه قويه ومشوقه ومؤثره، ويستنوا دور حبيبه وكابل جديد زي سوق العصر نجاة ومنصور. ان شاء الله في بحر هيكون بحر وحبيبه.